الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة المتابعون، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حقيقة، عندما نتكلم على ظاهرة المخدرات في الوسط الجامعي نتكلم عليها بنوع من الاستغراب والاستعجاب، ذلك أن الجامعة هي حرم، نقول الحرم الجامعي، والحرم هذه تأتي من كلمة الحرمة أو الاحترام. ولعلنا نستحضر في أذهاننا عندما نتكلم عن الحرم الجامعي الحرم المكي أو الحرم المدني. الله عز وجل جعل لهما خصائص معينة، فيحرم فيه الصيد، يحرم فيه قلع الأشجار التي نبتت من ذاتها، يحرم يعني التقاط لقطته، إلى غير ذلك من الأحكام. الحرم الجامعي، عندما أقول حرم، تحرم فيه أمور، لأن الحرم الجامعي هيئة وهيكل له قدسيته وله مكانته وله يعني شأوه بين الناس. إذا انتسب الإنسان إلى الجامعة فهذا شرف عظيم، سواء كان أستاذا أو طالبا أو موظفا إداريا أو عاملا، شرف عظيم أن ينتسب الإنسان إلى هذا الحرم الذي تحرم فيه كثير من الأمور. تحرم فيه مثلا التحزبات، تحرم فيه التكتلات، تحرم فيه النشاطات المحظورة المحرمة، لا يدخله أي شخص، لا يدخله أي شخص ممن هب ودب. ولذلك هذا المكان له قدسيته. فعندما نجد للأسف أن المخدرات انتشرت في جامعاتنا وبين طلابنا، هذا أمر يندله جبين، يندله الجبين، وتتحسر له النفس وتتقطع لأوصاله، له أوصال القلب. فالأصل أن يكون هذا المكان مكان تنوير للعقل، لأن العلم أداته العقل، العقل أداة العلم، والمخدرات تخرب العقل. فكيف يستقيم الأمر إذا أراد الطالب أن يطلب العلم بأداة العقل التي وهبها الله سبحانه وتعالى وأمره بالحفاظ عليها وأمره بأن ينميه وأن يطوره، وبه فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على سائر الناس، كيف يخربه بهذه الآفة؟ كيف يخربه بهذه الآفة؟ كيف يصلح أن يكون طالبا ناجحا متميزا وهو يتعاطى المخدرات التي تخرب العقول؟ ثم إنا ننتظر من الوسط الجامعي أن يكون منطلقا للوعي والإرشاد والنصح للناس، لا أن يكون منبعا للفساد ووكرا للشر وأهله. فهذا نقيض، الجامعة والمخدرات نقيضان لا يجتمعان. ننتظر منكم أيها الطلبة، أيها الأساتذة، أن تكونوا منارا في المجتمع، يتنور بكم مجتمع، أن تأخذوا بأيدي من أغوتهم الشرور والمفاسد ومن استمرأوا إدمان المخدرات، أن تأخذوا بأيديهم إلى طريق النجاة وإلى بر السلامة، لا أن يأخذوهم بأيديكم إلى أوحال الشرور وبحال المفاسد، نعوذ بالله من ذلك. يا أهل العلم، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فنرجو الله سبحانه وتعالى الوقاية للجميع، وأن يحفظنا من كل شرور وآفة وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.